العرض الإخباري الموجز. أكد مدير عام منظمة الصحة العالمية أن المنظمة لم ولن تتراجع عن خطتها الرامية لمعرفة منشأ فيروس كورونا. وقال المسؤول الأممي في مؤتمر صحفي عقده في جنيف: لم تتخلى منظمة الصحة العالمية عن خططها لمعرفة أصل جائحة كوفيد-19، داعيا البلدان التي تتوفر عندها أي معلومات حول أصل هذا الوباء إلى مشاركتها مع الآخرين. يشار إلى أنه في وقت سابق أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية في تعليقها على بيانات مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI بشأن الأصل المختبري المزعوم لفيروس كورونا، داعية إلى وضع حد للتلاعب السياسي بشأن أصل كوفيد-19. أكد رئيس المنظمة التونسية للدفاع عن المستهلك عمر ضيا أمس وجود تطمينات من وزارة التجارة بخصوص توفر المواد الاستهلاكية الأكثر طلباً خلال شهر رمضان المعظم. وقال عمر ضيا في تصريح إذاعي أن الوزارة أطلعت المنظمة على المخزون المخصص لشهر رمضان من مواد أساسية، وإن لم يكن كالمعتاد إلا أنه يفي بالغرض، وأن الكميات المتوفرة من بيض ولحوم وغيرها تغطي حاجية السوق. كما رفعت منظمة الدفاع عن المستهلك جملة من التوصيات لوزارة التجارة تتعلق أساساً بمراقبة مسالك التوزيع والتصدي للاحتكار والبيع المشروط والمضاربة، وطلبت بتوفير المعلومات اللازمة والواضحة للمستهلك التونسي ما من شأنه أن يطمئنه، خاصة في ظل ما يشهده السوق من غلاء للأسعار. في أخبارنا الدولية، قالت السلطات الجمركية في العراق أمس أن استيراد الكحول أصبح ممنوعاً في البلاد، وذلك تنفيذاً لقانون مثير للجدل دخل حيز التنفيذ مؤخراً. ويفرض القانون غرامة على المخالفين تتراوح بين 10 ملايين و25 مليون دينار عراقي، أي بين 7,000 و19,000 دولار، فيما ندد مراقبون بما اعتبروه قرارات تحد من الحريات. كان هذا موجز لأهم الأخبار من إذاعة الحيتفام. لكم أجمل تحية، هام حمدي، في أمان الله.